الله 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 الله. ربي إني يا ذا الصفات العلية. أبيات تقرأ آخر الليل للسيد الإمام علي بن محمد الحبشي، يقول رحم الله الفاتحة. يا أجدادي يا صوفية، سيد يوسف، سيد هاشم الرفاعي، الوزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، فاتحوا. ربي إني يا ذا الصفات العلية، قائم بالفناء أريد عطية. تحت باب الرجاء وقفت بذلي، فأقفني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي، فهو عوني وغوثي كل البرية. فأغثني به وبلغ فؤادي كلما يرتجيه من أمنية. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. يا ربي بل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. واجمع الشمل بي في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية، مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا، والصدق في كل نية. ربي فأسألك يا ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى لغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. الحين